أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم ميني بيتزا بالتونة والخضروات. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من أعدادها، لذيذة وشهية، سهلة التحضير وصحية، ولا تحتاج إلى عجن أو عجينة. يمكنكم إعدادها خلال 10 دقائق فقط. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد ميني بيتزا التونة بالخضروات معي أنا أنخيلا. باموس، هيا بنا. والآن إليكم مقادير وصفتنا لهذا اليوم، وهي كالتالي: حبة فلفل أخضر واحدة، حبة بصل أحمر واحدة، حبة طماطم واحدة، فصين من الثوم تم هرسها، علبتين صغيرة من التونة بزيت الزيتون، ملعقتي طعام زيتون أسود شرائح، 8 قطع من خبز التوست الأسمر الطبيعي، رشة من الفلفل الأحمر الحار، رشة خفيفة من النعنع المجفف، وزيت زيتون. ها هي جميع مقاديرنا. الآن إليكم طريقة العمل. اختصارا لوقت الفيديو، تم تقطيع الفلفل الأخضر ناعم جدا، وكذلك حبة الطماطم والبصل الأحمر، أما الثوم فتم هرسه. الآن سأضع حبة البصل الأحمر المقطع ناعما في الإناء هكذا، ومن ثم سأضيف الفلفل الأخضر المفروم ناعما فوق البصل. سأضيف أيضا حبة الطماطم المقطعة ناعما فوق البصل والفلفل، ومن ثم سأضع شرائح الزيتون الأسود وحبتي الثوم المهروسة، فهذا يضفي لوصفتنا مذاق لذيذ جدا. وها هي علبتي التونة، سأفتحها وأضعها فوق الخضروات مباشرة هكذا. هذه التونة محفوظة بزيت الزيتون. الآن وبعدما أفردت علبتي التونة، سأضع رشة خفيفة من الفلفل الأحمر الحار تعادل ملعقة طعام، وملعقة صغيرة من النعنع المجفف، وزيت زيتون، ومن ثم سأبدأ بخلط المكونات مع بعضها جيدا. الآن سأضع ورق الزبدة في صينية الفرن، ومن ثم أبدأ بتوزيع الخبز الأسمر الطبيعي في صينية الفرن هكذا. ومن ثم سأضع رشة من زيت الزيتون فوق الخبز هكذا،
وبعد ذلك سأبدأ بتوزيع الزيت على الخبز بواسطة الفرشاة. الآن سأبدأ بتوزيع خلطة البيتزا، أي التونة مع الخضار، على شرائح الخبز الأسمر الطبيعي. هكذا يبدو شكل البيتزا قبل إدخالها إلى الفرن، ولكن يجب وضع القليل من الزيت فوق كل شريحة من شرائح البيتزا هذه، ومن ثم إدخالها إلى الفرن وعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، الرف الوسط الشعلتين، ضعوا صينية البيتزا. وهكذا تبدو معنا البيتزا بعد إخراجها من الفرن، تبدو رائحتها لذيذة جدا وفاتحة للشهية. أصدقائي، اذكروا لنا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا، معرفة ذلك بالنسبة لنا بكل تأكيد يسعدنا. جربوها ستعجبكم بكل تأكيد، فهي لذيذة حقا. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم أصدقائي، ميني بيتزا التونة مع الخضروات قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. قبل أن أختتم هذا الفيديو معكم أصدقائي، نحن بحاجة إلى دعمكم للقناة من خلال اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس. إذن انتظروا تعليقاتكم الجميلة في الكومنتس أحبتي، كما وانتظروا منكم مشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا اليومية، فمعكم تكبر قناتنا، فهي منكم وإليكم أحبتي. انتظروني بوصفة جديدة، كنت أنا معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.